عندما بدأت الشمس تغرب على المدينة الريفية الصغيرة، بدأت السماء تمتلئ بالنجوم، ومن بينها جسم فضي صغير يتحرك بصمت عبر السماء. لقد كان إيباي كياناً بيولوجياً خارج كوكب الأرض. سافر إيباي عبر الفضاء لآلاف السنين بحثاً عن منزل جديد. تم تدمير كوكبها الأصلي في حدث كارثي، وكان إيباي هو الأخير من نوعه. لسنوات تجولت في الفراغ بحثاً عن مكان للأرض وإعادة البناء. أثناء مروره فوق المدينة رأى إيباي الأضواء والحركة في الأسفل. فضولي نزل لإلقاء نظرة فاحصة. عندما هبطت في حقل قريب، تم الترحيب بإيباي من قبل مجموعة من البشر الفضوليين. في البداية كان إيباي خائفاً. لم يسبق له أن واجه حياة ذكية من قبل، ولم يعرف ما يمكن توقعه. لكن لم تظهر على البشر أي علامات للعدوان. اقتربوا من إيباي ببطء، مدوا أيديهم في صداقة. وصل إيباي مبدئياً إلى محلاق وشهق البشر في ذهول. لم يروا شيئاً مثل إيباي من قبل. كان جسمه شفافاً مع شبكة من الأوردة والشرايين تنبض تحت السطح. كان له أطراف متعددة، كل منها ينتهي في ملحق دقيق يشبه الإصبع. خلال الأيام القليلة التالية، بدأ إيباي والبشر في التواصل. كان إيباي مندهشاً من تكنولوجيا البشر وثقافتهم، وكان البشر مفتونين ببيولوجيا وقدرات إيباي. لقد تعلموا أن إيباي لديه القدرة على الشفاء، ولديه القدرة على التلاعب بالطاقة بطرق لا يمكن للبشر إلا أن يحلموا بها. مع مرور الأيام، شكل إيباي والبشر رابطة عميقة. شارك إيباي معرفته وتقنياته مع البشر، وفي المقابل أظهر البشر لإيباي جمال وروعة الأرض. لكن في النهاية، علم إيباي أنه يجب عليه المضي قدماً. كانت مهمتها في العثور على منزل جديد لم تتحقق بعد. بقلوب ثقيلة، قال البشر وداعاً لصديقهم الجديد، مع العلم أنهم قد لا يرون إيباي مرة أخرى. عندما انطلق إيباي في السماء، كان البشر يراقبون في رهبه. كانوا يعلمون أنهم شهدوا شيئاً لا يصدق، وأن حياتهم لن تكون أبداً كما كانت. وعندما نظروا إلى النجوم، تساءلوا عما تكمن عجائب أخرى وراء عالمهم، في انتظار من يكتشفها.